ساعة 12 ونص نص ساعة بعد سريان حضرة التجوال وسيارات بالشوارع ضاربة بعرض الحائط قرار منع التجول اللي فرضه عادل عبد المهدي. أنا شوي ابتعدت عن ملايين والله مئات آلاف الناس. ابتعد شوي لأبث رسالة نصيحة لوجه الله تعالى. السياسيين طبعا ما تستحقون واحد ينصحكم، لكن أنا أنصحكم إياها. أنصحكم عوائلكم أخذوهم وطفروا. والله العظيم لا تصير بيكم سالفة، قسما بالله راح تتحاكى بيها الأجيال جيلا بعد جيل، وراح تنسحلون بالشوارع، ومقارنة بيكم سحلة نور سعيد وعبد الإله لا شيء، والله لا شيء. أبو عمامة وأبو رباط من يستثنون واحد، والله أنا بنصهم وأسمع الأصوات، والله متحلفين لكم. لا يشفع لكم سيد ولا إمام ولا شيخ ولا ملة، والله العظيم متحلفين لكم ليسحلوكم بالشوارع ولكم طفروا اخذوها. وباشر اذكركم، وانت جاي تنسحل انا اركض وراك بالتصوير واقول لك مو قلت لك يا عباس البياتي، مو قلت لك يا عادل عبد المهدي، مو قلت لك يا فلان وفلان وفلان. حتى النساء من البرلمانيات انصحكم وطفروا. اما النصيحة الاخيرة قبل لا انام لان عسيت ولو هي اصوات عالية الى عمار الحكيم، صدقني انا سمعت من المتظاهرين آلاف منهم يقولون بعد أن سقط الحكومة سنتوجه إلى الجادرية، فمن هسه أنصحك اعتبرني واشي عليهم. نصيحتي لوجه الله تاخذ جوالاتك وتطفر عمامك الخوالك الإيران واترك الجادرية. صعبة عمامتك وانت وتنسحل، والله صعبة، فأخذها قولت المصري من قاصرها وأقلب ما طولهم هسه ملتهين عنك. أقلب أو في الجادرية ورجع لنا اياها ورجعنا اراضينا واطفر.